أهلا بكم مشاهدينا. فقرة رياضة اليوم والتي نبدأ من المغرب، حيث قررت وزارة الداخلية حلف وسائل الألتراس المساندة للأندية الوطنية ومنع أنشطة الحركية كليا كردة فعل منها على أحداث الشغب المتكررة التي ميزت مدرجات الملاعب المغربية خلال المواسم الماضية. وحسب مصادر إعلامية فقد كلف الولاة العمال في جهات المملكة بتبليغ الأندية هذا القرار، وكانت في وقت سابق ولاية الدار البيضاء ستات قد علقت أنشطة ألتراس الوداد والرجاء والأندية التي تمارس نشاطها في الجهة عقب أحداث شغب السبت الأسود والتي راح ضحيتها 3 أشخاص وجرح أزيد من 70 شخصا. إلى كرة القدم الأوروبية الآن، حيث انهزم فريق ريال مدريد بهدفين دون مقابل أمام مضيفه فولفسبورغ الألماني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء برسم ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي المباراة الثانية التي أقيمت مساء الأربعاء، سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل بميدانه أمام مانشستر سيتي بهدفين مثلهما، حيث جاءت أهداف البيجي عبر زلاتان إبراهيموفيتش وأدريان روبيو، بينما أحرز للسيتيزنز كيفن دي بروين وفيرناندينيو. أجل الحسم المباراة الإياب في إنجلترا التي ستقام الأسبوع المقبل. وأمس حقق برشلونة الإسباني فوزا صعبا على ضيفه ومواطنه أتلتيكو مدريد وبهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. دائما الفريق الزائر كان السباق للتهديف عبر المخضرم فرناندو توريس في الدقة 26، وبعدها بعشر دقائق طرد نينيو ليواصل الروخي بلانكوس اللقاء ب10 لاعبين. النقص العددي استغله النادي الكتالوني وسجل هدفين عبر لاعب الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين 64 و75 ليرفع سواريز رصيده ل8 أهداف في البطولة الأوروبية. لكي تواجه أتلتيكو مدريد عليك أن تلعب بدقة وانسياب وتحكم جيد في الكرة والمراكز، وهذا أمر افتقدناه في الشوط الأول. لعبنا دون دقة وحاولنا تخطيهم بالمحاولات الفردية. لم نلعب اليوم بتركيز كامل، ولحسن الحظ هذا وضع غريب جدا علينا، لأن لدينا مجموعة من اللاعبين المهرة وبوسعهم دائما مواجهة مثل هذه المتاعب. نحن لا نزال على قيد الحياة، لقد سنحت لهم فرصة تسجيل هدف آخر ضد فريق لعب ب10 لاعبين، لكنهم أهدروا الفرصة، وهذا يرفع من تطلعات وإثارة جماهيرنا الذين سيتوافدون على ملعبنا وهم على دراية بأنها ستكون مباراة رائعة لنا جميعا. وفي لقاء عن نفس الدور، حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا صغيرا على ضيفه بنفيكا البرتغالي وبهدف وحيد. هذا اللقاء وقعه بعد 3 دقائق فقط على صفرة البداية تشيلي أرتورو فيدال، ورغم الهدف المبكر لم يستطع الفريق البافاري مضاعفة الغلة وأخفق في صنع فرص حقيقية للتسجيل في ظل صمود لافت لدفاع الفريق البرتغالي لأوقف المد الهجومي للنادي الألماني وبمعقله ملعب أليانز أرينا. أنا سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق اليوم. إذا فاز بنفيكا في البرتغال بلقب الدوري والكأس فإن هذا كاف له، وهي نتيجة تسعد جميع مشجعيه، إلا أن الوضع يختلف هنا، فإذا لم تفز أو تسجل عددا كبيرا من الأهداف فإن الجميع يشتكون، لكني اعتدت على هذا. إنها مباراة الذهاب وجئنا إلى هنا بخطة طبقها اللاعبون بشكل جيد. أنا فخور جدا بالأداء الكبير الذي قدمناه وأظهرنا به عن إمكانياتنا الحقيقية. لم يكن ذلك أمر سهل، فقد جاءت العديد من الفرق هنا في الماضي وتلقت عددا كبيرا من الأهداف. أنا لست سعيدا بالنتيجة، لكني سعيد بشخصيتنا وأدائنا. عاد فريق غلاسغو رينجرز للدوري الاسكتلندي الممتاز بعد غياب 4 سنوات، وذلك بفوزه أمس على فريق دامبتون بهدف نظيف في الجولة 32 من دوري الدرجة الأولى الاسكتلندي. وتصدر رينجرز جدول ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة بفارق 17 نقطة عن الوصيف فالكيرك صاحب 62 نقطة، حيث يصعد صاحب المركز الأول فقط للدوري الممتاز. وكان رينجرز قد هبط عام 2012 بسبب أزمة مالية خانقة أدت إلى إشهار النادي إفلاسه وهبوطه لدوري الدرجة الرابعة. يذكر أن رينجرز توج بالدوري الاسكتلندي 54 مرة وبالكأس 33 مرة وكأس الرابطة 27 مرة.
فاز الدراج الإيطالي ماتيو مالوتيلي بالمرحلة السادسة من الدورة 29 يتوقف المغرب للدرجات التي ربطت يوم الأربعاء بين أولاد برحيل وأكادير على مسافة 123 كيلومترا، وقطع مالوتيلي الفائز بالمرحلتين الثالثة والرابعة أيضا قطع مسافة السباق في ظرف ساعتين و59 دقيقة و26 ثانية متقدما بسرعة نهائية على مواطنيه ديموري ماثيا والمغربي محمد أمين خلدون، وستربط المرحلة السابعة المقررة يوم الخميس بين مدينتي أكادير والصوير على مسافة 166 كيلومترا. في الدوري الامريكي المحترف في كرة السلة NBA تفوق ميامي هيت على مضيفي ديترويت بيستونز ب 170 نقاط مقابل 89، فعلى ملعب امريكان ايرلاينز ارينا في ولاية فلوريدا برز في صفوف ميامي غوران دراكيتش الذي سجل 22 نقطة مقابل 8 تمريرات حاسمة، ومعه جوش ريتشاردسون الذي اضاف 16 نقطة اخرى. اما لدى ديترويت فقد تألق كل من ريجي جاكسون وتوبياس هاريس اللذان سجل 21 نقطة لكل منهما، وبعد هذه المباراة يحصل ميامي هيت المركز الخامس في المنطقة الشرقية ب 45 انتصارا مقابل 32 هزيمة، بينما ديترويت يحتل المركز الثامن في نفس المنطقة ب 41 فوزا مقابل 37 خسارة. بهذا إذا نصل إلى نهاية فقرة الرياضة اليوم، إلى اللقاء.